كلام محترم جدا. انت تحليلك للمباراه باختصار كان تالي ليه من جوانب كتيره جدا، هنتكلم اكيد بشكل اكثر تفصيلا مع كابتن عادل تعيمه في الفقره الحواريه، لكن كريم تطرق لكذا زاويه مهمه ومنها طبعا التحكيم اللي احنا قبل المباراه لو حضراتكم فاكرين الاسبوع اللي فات قلنا الموضوع ده، قلنا احنا مش عايزين نترك الموضوع في فكره هنا يعني امور ليس لنا سيطره عليها وحصلت قبل كده كتير جدا، فالحمد لله برضو الى حد كبير الناس راضيه عن الاداء الخاص بالفريق، و اعتقد احنا يعني قدرنا ان احنا برضو نعدي شوط كبير جدا ونفرح، يعني زي ما يتقال كده الفريق قدر ان هو يفرح جماهيره ويشرفه في نفس الوقت، ولكن طبعا برضو هرجع اقول في تفاصيل صغيره محتاجين ان احنا نناقشها. على كل حال اللي عايز اتكلم عنه برضو في الموضوع اللي جاي ده عايز اتكلم تحديدا عن بدر بنون واللمسه اللي عملها قبل الماتش، زي ما حضراتكم عارفين طبعا، بس قبل ما نخش على دي، بدر بنون هو كان يعني او هو جه الاهلي من الرجاء، وهو قال قبل كده كتير جدا في لقاءات مختلفه وتصريحات مختلفه ان هو عايز يختم مشواره الكروي في الرجاء لان ده النادي اللي اتربى فيه يعني، وده شيء مقبول جدا ومشروع جدا. هو حاليا بيواصل مفروض برنامجه التاهيلي وباذن الله يعود للاهلي كمان سريعا. الجمعه بقى او يوم الجمعه، وده اللي احنا كنا عايزينه وده اللي احنا قلناه يعني قبل الماتش وحضراتكم شفتوه، اللمسه الحلوه اللي بنتكلم عنها ان بدر بنون جاب بوكي ورد ورفعوا ليه جماهير الرجاء وحطوا كمان قدام المدرجات يا كريم بتاعتهم يعني في رساله تحيه ليهم. جميل. وكمان وبعدين رجع مدرجات الاهلي بقى ليه يعني الوقوف مع الفريق الحالي اللي هو بينتمي ليه. بس لو كلمنا عن هذه اللقطه يعني هي ممكن لقطه لحد يقول لك انت مكبرها قوي يعني عديها، لا لا احنا بنتكلم دايما مش في اللقطه، احنا بنتكلم في الرساله اللي اللقطه بتكون بتتكلم بشأنها او معبره عنها، فهي فيها معاني كتيره ومعاني راقيه لو هنتكلم، ومعاني حلوه وتأثيرها الايجابي حلو. وفكره هنا ان انت برضو من خلال هذه انا بشوفها كانت او يعني ليها رساله، فكره هنا في الاول وفي الاخر دي رياضه، وفي الاول وفي الاخر انت برضو حتى لو انتقلت من مكان لمكان انت لازم تدي كل الاحترام للجماهير بتاعتك اللي هي الاساس، سواء رحله نجاحك هنا او رحله نجاحك هنا هي اللي بتكون سبب او عامل كبير جدا في فكره العصبيه الموجوده عند بعض الجماهير، برضو انت بتحاول بهذا التصرف الراقي ان انت تقضي عليها، فتصرفات بتبقى مسؤوله من لعيبه محترمه بتفرق كتير جدا على الساحه. فانا من الناس اللي فعلا عجبني جدا الموقف اللي عمله او اللقطه اللي عملها بدر بنون، فتحيه بجد لهذا اللاعب الراقي فعلا. هو الحقيقه يعني محترم جدا يعني جوه ارضيه الملعب وبراها، وما شفناش منه الحقيقه ومن وراه غير كل خير من اللحظه اللي جه فيها وانضم الى النادي الاهلي، لعيب يعني الى جانب امتلاكه لادواته انه لعيب تقيل جدا ودايما هو عنصر طمانه لكل جماهير النادي الاهلي في اي مباراه بيكون هو طرف رئيسي فيها، ويا سلام لما يكون بديهه من بدايتها بنبقى مطمنين على الاقل للمركز اللي هو موجود فيه. ده بدر بنون موجود، لا يبقى كله ان شاء الله هيبقى زي الفل. فعلى الصعيد كمان الشخصي والانساني لعيب اصيل، يعني تاتش زي اللي نهاوند بتحكي لحضراتكم عنه ده، يعني هي لقطه ممكن ما تاخدش اكتر من مجرد ثواني معدوده بس تاثيرها فعلا كبير جدا وممتد، وبيحمل الكثير من الرسائل، مش عايز اقول حتى الخفيه، بالعكس دي واضحه بشكل يعني صريح جدا لكل الناس، منتهى الاثاره ومنتهى الادب ومنتهى الاحترام. فطبعا ليه مننا كمان بدر بنون كل التحيه والتقدير والاحترام.